قتل مجند مصري وأصيب 35 آخرون في انفجار سيارة ملغومة قرب معسكر للأمن المركزي في مدينة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس مساء الخميس. وقالت مصادر إن من بين المصابين 6 مدنيين. وزادت هجمات المتشددين على الجيش والشرطة في مصر بشدة منذ أن عزل الجيش الرئيس الإسلامي المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي بعد احتجاجات حاشدة طالبت بتنحيه. وقالت مصادر أمنية إن دويا كثيفا لإطلاق النار سمع في منطقة الحادث بعد الانفجار، ولم يتضح بعد إذا كان هذا التفجير نتيجة هجوم انتحاري. يذكر أن تفجيرا انتحاريا بسيارة ملغومة وقع الشهر الماضي أودى بحياة 10 جنود على الأقل في سيناء في واحد من أشد الهجمات الدموية منذ عزل مرسي. وتفاقم الوضع الأمني بعد عزل مرسي، وامتدت هجمات المتشددين إلى القاهرة ومدن أخرى بعد حملة شرسة تقوم بها الحكومة التي يدعمها الجيش على جماعة الإخوان المسلمين، قتل فيها المئات من أنصارها والسجن الآلاف. فيما قال مسؤول عسكري إن نحو 200 شرطي وجندي قتلوا أيضا خلال تلك الفترة. رحاب على رويترز.